مساء الخير على احلى متابعين بيتابعوا قناتي لمسه من ايديكي من كل مكان. النهارده ان شاء الله هنعمل القرقيش بالعجوه اللي احنا كلنا بنحبها، زي ما احنا شايفين شكلها جميل ازاي والعجوه بتاعتها حلوه خالص، فيها طريقتها سهله ان شاء الله هنعملها مع بعض خطوه بخطوه. طبعا احنا عارفين ان القرقيش دي بنحبها قوي مع الفطار الصبح، بتبقى حلوة جدا، كتير قوي مننا بنحبها، فهنعملها النهاردة مع بعض بطريقة بخطوات سهلة جدا. فخليكم معايا واحدة واحدة، هنشوف المقادير والخطوات، خليكم معايا لآخر الفيديو. بس الأول انزلوا دلوقتي اعملوا لايك للفيديو، وأتمنى اللي ما اشتركش في قناتي لمسة من ايديكي ينزل يعمل اشتراك ويفعل الجرس علشان يوصل له كل فيديو جديد بعمله. ويلا بينا نخش على الوصفة. ومعانا المقادير النهاردة، معانا هنا في الطبق نص كيلو دقيق منخول نخل كويس، معانا كوباية نصها سمنة على زيت، معانا كمان مية دافية للعجن، وعايزة اقول السمنة على الزيت دول دافيين برضو. معانا هنا كوباية فيها مية دافية برضو، معانا هنا معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، ومعلقة من السكر، معانا كمان ربع كوباية من السكر ورشة ملح. اول حاجة هنعملها هنحط الخميرة بمعلقة السكر في النص كوباية المية الدافية، وهنقلبها كويس وهنركنها على جنب. خلاص ركننا الخميرة، هنبتدي بقى نضيف رشة الملح على الدقيق، كمان ربع كوباية السكر، وهنقلب كويس. خلاص قلبنا كده كويس، هنبتدي بقى نضيف في الكوباية اللي هي نصها زيت على سمنة، وزي ما قلت لكم هي دافيه مش سخنه ولا بارده، وهنبتدي بقى نقلب كويس ونعجن فيها بقى، يعني هنعجنها كويس. نقلب السمنه كويس في الدقيق، طبعا اللي عايز يعملها بسمنه خالص يعملها او بزبده، اللي عايز يعملها بزيت خالص برضو ممكن، بس هو الزيت خالص بينشفها، لكن الزيت على سمنة بيخليها قوامها معقول، لكن لو سمنة بس او زبدة بس بتبقى طرية قوي زيادة عن اللزوم، فانتوا حسب راحتكم تعملوا. انا قلبت كويس اهو الدقيق في السمنة، هبتدي دلوقتي اضيف ايه الخميرة، وهي اشتغلت عندي زي ما احنا شايفين عالية ازاي. هبتدي بقى اضيفها كده، هنزل كلها وابتدي اعجن فيها كويس. وطبعا زي ما قلت لكم انا معايا ميه دافيه للعجن، ممكن احتاج حبه صغيرين او على حسب العجينه ما تلم معايا كويس وتبقى طريه وناعمه معايا. وعايزه اقول لكم كمان ان انا معايا هنا عجوه علشان الحشو، هعجن بقى كويس، ممكن اضيف حبه صغيرين من الميه، اضيف حبه صغيرين كده وهعجن، وبعد لما اخلص عجن هوريكم شكلها عامل ازاي. انا خلاص عجنت العجينه زي ما قلت لكم، ضفت الميه واحده واحده لغايه ما العجينه بقت طريه معانا وجميله اهي، حطيتها في الطبق اللي انا عجنت فيه. وعايزه اقول لكم ان انا ضفت الحبه الصغيرين دول من الميه، زائد طبعا الحبه الصغيرين برضو اللي كنت حاطه فيهم الخميره، فاحنا بنضيف حبه حبه لغايه ما تتعجن معانا وتبقى طريه كده. هنبتدي بقى نغطيها دلوقتي ونسيبها حوالي ساعه لغايه لما تخمر، او ساعه ونص حسب الجو، هنحطها في مكان دافي ونقفل عليها ونسيبها تخمر. وعلى بال ما تخمر بقى هنجهز العجوه، هنحطها في طاسه ونحط فيها معلقه من الزيت وحبه صغيرين خالص، ممكن معلقتين برضو من الميه، ونقعد نقلب فيهم لغايه ما تطرى خالص عشان نعرف نشكلها في القراقيش بتاعتنا. وعلى بال ما العجينه بتاعتنا سيبناها تخمر وقلت هجهز العجوه بتاعتنا، انا على فكره ما حطيتش عليها زيت ولا ميه ولا حطيتها على النار، لان اول ما فتحتها وبطلعها من العلبه بتاعتها لقيتها طريه، بصوا مش محتاجه انها تتحط على النار. فهبتدي اشكلها بقى واجهزها عشان تبقى جاهزه، ببتدي اخد منها حته كده
بس لازم تكون ايدي ممسوحة من الزيت، يعني عليها زيت برضو. الطبق اللي انا هحط فيه عليه زيت، وعملت كده على العجوة كلها بالزيت. فهمسك حتة حتة كده وابتدي اشكلها، بعمل كده وبعد كده بروح حطها بالطول وايدي كلها زيت زي ما قلت لكم، واروح ايه مكوراها كده زي كفته، بس افضل افرد فيها كده لغايه ما تبقى طويله عندي بالشكل اللي زي ما انتم شايفين كده في الطبق. اهو انا فردت الحته دي اهي، هبتدي اقلب كده علشان الحته دي افردها برده، لان بفرد بصوابعي. خلاص كده هي اتفردت اهي كلها زي ما احنا شايفين. هبتدي بقى ايه اعمل الكمية كلها كده، اخد حتة وهعمل زي ما انا وريتكم قبل كده، هنفردها كده زي الكفتة. خلاص هنا العجينة خمرت معانا، هنبتدي بقى نشيل الكيس من عليها، وزي ما احنا شايفين حجمها عمل ازاي. هنبتدي بقى نخرج الهواء كله اللي فيها. طلعها كده عشان نشتغل بيها. هنطلع الهواء كويس كده. خلاص هنبتدي بقى نركنها على جنب كده وناخد حته حته. هبتدي اخد حته كده وافردها بايدي كده. انا فردتها زي ما احنا شايفين اهو. هبتدي بقى ابططها كده بايدي عشان لما اجي احط العجوه فيها اعرف اقفلها. طبعا احنا ممكن ناخد حته عجين اكبر من كده علشان نطولها اكتر من كده. وعايزه اقول لكم حاجه برده مهمه، انا ما حطيتهاش في المكونات بس حطيتها بعد كده وانا بعجن وما قلتلكوش عليها. اللي حابب يحط سمسم في العجينه يحط، وهو يعني وانت لسه بتعجني تحطي، او قبل العجينه خالص ممكن تحطي وانت بتضيفي المكونات الجافه، يعني رشه الملح والسكر على الدقيق قبل ما تضيفي عليهم السمنه، بتضيفي معلقه كبيره من السمسم. طبعا دي حسب الرغبه وانا ما قلتهاش، لان ممكن يعني حد ما يحبش يعمل الخطوه دي يحط جواه سمسم، فسمسم اللي جوه القراقيش دي بيبقى حسب الرغبه. انا فردتها كده زي ما احنا شايفين، هبتدي ابططها اكتر من كده كمان شويه، اهي بقت مستطيل طويل. هنجيب بقى كده العجوه اللي احنا فردناها مع بعض وهنحطها كده من الاول للاخر. طبعا لسه في حته هنا، بنقطع كده حته ونحطها نكملها اهي، بقت طويله اهي. هنيجي بقى نقفل الناحيه دي كده والناحيه دي، هنقفلهم على بعض كده عشان تبقى العجوه في النص. قفلنا كويس اهو. هنبتدي بقى نجيب الحته اللي احنا قفلناها هننزلها تحت. وطبعا انا المكان اللي بشتغل بيه حاطه دهنه زيت، هبتدي بقى اضغط عليها كده عشان تبقى عريضه عندي شويه. اسويها احاول انها تكون كلها في سوا واحد. بقت بالشكل ده. انا معايا هنا السكينه بتاعت التقطيع دي، بصوا واخده كده اللي بنقطع بيها المخلل او البطاطس، هبتدي اقطع بيها. طبعا اول حته دي بس هشيلها علشان اظبط الشكل معايا. بعد كده هبتدي بقى ايه، هقطعها بورب كده، مش هقطعها كده، هقطعها بورب شوية علشان تاخد شكل. واحاول بقدر الامكان ان القطع تكون قد بعضها. انا خلاص بعد لما قطعتها معايا صاج هنا دهنة دهنة بسيطة قوي من الزيت، هبتدي بقى ارص فيه كده القراقيش بتاعتي. هسيب مساحة بسيطة بينهم علشان يخمر، هيخمر شوية او لو زاد شوية ما يلزقش في بعضه. خلاص انا كده خلصت الصاج، رصيته كله. هسيبه بقى يستريح نص ساعة، وبعد كده هدخله الفرن على درجة حرارة 180، هيقعد حوالي من 15 دقيقة ل 20 دقيقة، نخلي بالنا منه. وبعد كده بعد لما نطلعه هنشوفه مع بعض.
خلاص كده احنا طلعنا القرايش بتاعتنا من الفرن، وزي ما احنا شايفين شكلها جميل ازاي، ما اخدتش وقت خالص، والعجوه فيها شكلها جميل وحلوه وطريه ازاي. هقطع لكم واحده، شايفين من جوه، شايفين الشكل، شكلها بجد جميل جدا وطعمها وريحتها تحفه خالص. هي ما خدتش وقت خالص معانا في الفرن. اتمنى انها تكون يعني عجبتكم النهارده، والطريقه كانت بالنسبه لكم سهله، وان شاء الله تجربوها وتقولوا لي رايكم فيها بعد لما تجربوها ان شاء الله. اتمنى اللي ما اشتركش في قناتي لمسه من ايديك ينزل يعمل اشتراك ويفعل الجرس عشان يوصل له كل فيديو جديد، وما تنسوش بقى لايك للفيديو وشير، واستنوني فيديو جديد، وباي باي.